الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ذلك الدين القيم. لا يزال حديثنا تحت عنوان التوحيد في نهج البلاغة، الحلقة التاسعة أو القسم التاسع. لدينا أيضا محاور جديدة في هذا الباب من خلال الحديث عن خطبة الأشباح لأمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. سأبحث هذه المحاور مشاهدينا الكرام مع ضيفنا الكريم في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي الباحث الإسلامي ورئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام. مرحبا بكم دكتور حميد. مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله دكتور. هذه الخطبة في الواقع من غرر كلام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، و يعني كل كلامه هكذا صلوات الله عليه، لكن الموضوع نظرا للموضوع الذي يتحدث فيه، وقد أشرنا في أواخر الحلقة الماضية كما تذكرون دكتور إلى بعض فقراتها، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لا يفره للمشاهد الكريم وفر يفر وفر مثل وعد يعد وعدا، يعني وفر التوفير. نعم. احنا نقول نعم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله وعلى عليه أصحابه البر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. هنا يتكلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الغنى المطلق لله تبارك وتعالى، وأنه إذا أنفق، إذا أعطى، إذا جاد على الخلائق بجوده وكرمه، فإنه هو الغني، يبقى غنيا. وإذا لم يعطي ووفر من هذا العطاء لا يزيده ذلك، لا يزيده ذلك غنى ولا يعد توفيرا ولا كما يعد يفعل توفيرا الناس. نعم. إذا منع، إذا وفر ومنع لا أو أكدى يعني بخل. نعم. من الكدية يعني البخل. عفوا دكتور. الحمد نعم. لله الذي لا يفره المنع والجمود. نعم. ولا الجمود أشد أنواع البخل. نعم. يعني البخل. فإذا منع أو تصرف والعياذ بالله تصرف أشد البخلاء بخلا، هذا لا يوفر عنده، لا يوفر شيء، عنده شيء ولا يزيد في خزائنه تبارك. نعم. وتعالى. ولكن بالمقابل ولا يكديه الإعطاء والجود، لا يفقره يعني. لا يفقره الإعطاء والجود. نعم. نعم. فهذا أحسنت. نعم. فهذا الأمر بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. نعم. أعطى أم لم يعطي هو غني مطلق، لا يوفر عليه شيء العطاء البخل أو. نعم. المنع أو الأشد البخل وهو الجمود، ولا أيضا ولا يفقره لا يبديه خزائنه يعني، لا يفقره العطاء. نعم. العطاء والجود. نعم. لا ينقص، لأن هنا قضية فلسفية لابد أن نبينها. نعم. للمشاهد الكريم. تفضل. بالنسبة للعلة الواجدة. نعم. اللي هي هو فقط الله تعالى تبارك الله، هو تعالى. فقط الواجد الذي يوجد لا من شيء. نعم. لا يوجد بالوجود إلا توجد لا من شيء إلا الله تعالى. نعم. فالذي يوجد أي شيء ولو ذرة أو أصغر أو أكبر لا من شيء، هو لا يفقد من ذاته شيء أو يحول شيئا إلى شيء آخر، لا، وإنما يوجد لا من شيء، من العدم يعني. أحسنت. بالتعبير العامي بيكون فيكون من العدم. نعم. فإذا الذي يوجد لا من شيء ولو ذرة ولا يخسر شيء، لا يفقد شيء، هو قادر أن يوجد ما لا نهاية من الذرات. لماذا؟ لأنه لا ينقصه شيء،
عندما يوجد، لا أنه عنده مادة يحولها إلى مادة ثانية حتى نقول هذه المادة لا يحتاج إلى بنوك ولا مصارف ولا تنمية ولا يوجد لا من شيء. أحسن. هنا دكتور عندنا موضوعان ما دام فتحتم هذا الباب الجيد. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أعتقد اليهود الذين قالوا كما في القرآن الكريم إن الله فقير ونحن أغنياء، على أي شيء بينهم وابنهم هؤلاء الجهلة؟ يعني زعموا أن الله سبحانه وتعالى حينما يطلب الزكاة مثلا أو يطلب يعني وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قالوا إذن الله فقير ونحن أغنياء بدليل هو يطلب من عندنا هذه. انظر إلى يعني فهذا طبعا نتيجة لسوء ظنهم بالخالق تبارك وتعالى وسوء اعتقادهم بصفاته جل وعلا، فاعتقدوا أنه بما أنه يطلب إذن هو محتاج، إذن هو فقير. وهذا طبعا عين الكفر وعين الإلحاد، لأنهم جهلوا الباري تبارك وتعالى. أحسنت. الله تعالى غني مطلق. نعم. ومن الذي أعطاهم هذا الذي يزعمون أن الله محتاج إليه؟ من الذي أعطاهم إياه؟ كلمة الغني المطلق اللي هي ملازمة لوجوب الوجود، الغنى المطلق، لا يوجد شيء بالوجود يعني فيه صفة الغنى المطلق إلا الله تعالى تبارك وتعالى. كل ما عداه هو مفتقر، بل هو عين وإن الافتقار. كان أغنى الأغنياء، وإن كان أغنى الأغنياء بالوجود الممكن فهو يعتبر هو وأفقر الفقراء سواء بالافتقار إلى الله نعم تعالى. إذا مات فهو سواء كلاهما ويحشرون سواء، وربما الإنسان وفي أي لحظة من اللحظات يسلب منه هذا حتى غير الإنسان. نتكلم عن أعظم الأشياء، عن السماوات والأراضي وأعظم والعرش والكرسي والملائكة، كل هذه الوجودات هي ممكنة مفتقرة. يا أيها الناس وجودها عين افتقار. أحسنت. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد في سورة فاطر. الغني هذا يعني أحسن. الأمر الثاني دكتور رواية، لست محققا للرواية لكن الظاهر أنها معتبرة والله أعلم عندنا، يقول كان الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلى الله عليهما في الطواف في الحج، وكان مروان وجماعة من الأمويين، يعني مروان يصفونه بالأدب وأنه كان يعني يجل الإمام زين العابدين هكذا يقولون يعني، ويقولون كان يقرأ القرآن، فلما جاءه الخبر أن أباه مروان عبد الملك من وراء نقصد، فلما جاءه الخبر أن أباه مروان قد مات فقال وأنت آلت الخلافة إليك الآن الحكم إليك، قال كان بيده القرآن يقرأ فطول القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك، يعني خلص ما دام جاءني الحكم فأنا وأنت لسنا أصدقاء بعد. فقال للإمام زين العابدين يا ابن رسول الله لما أنت معتزلنا، لما لا تأتينا لتنال من دنيانا يعني تعيش حياة الكفاف؟ فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام جلس وقال اللهم أره حرمة أوليائك، يقول فامتلأ رداؤه مالا أو ذهبا حسب الرواية، فنظر إليه وإذا تأتي من لا شيء كما أشرت تكدست الأموال عنده، ثم قال اللهم خذها فلا حاجة لي بها، لا حاجة بي إليها، اللهم خذها، فذهبت. فإذا كان عباده أغنياء بما أغناهم الله تعالى فكيف بالخالق تبارك سبحانه وتعالى. وتعالى نعم. فالباري سبحانه وتعالى بما أنه غني مطلق نعم ولا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه مهما عظم هذا الشيء، سماوات أراضين عرش كرسي ملائكة، الملائكة المقربون كلهم مفتقرون، وافتقارهم لأصغر ذرة، الأصغر ذرة مفتقرة إلى الله تعالى، وأكبر مجرة مفتقرة على حد سواء. لا يتمايز في لا يتمايزون في الافتقار بالنسبة إلى الله، لا أن الذرة نعم. محتاجة إلى الله تعالى أقل مما تحتاجه السماوات والأرضون، ولا العكس، الكل أمام قدرة الله وأمام الاحتياج والافتقار إلى الذات الإلهية سواء، والكل يفيض عليهم أيضا على حد سواء. يعني لو أراد أن يخلق مليارات السماوات والأرضين
أو يخلق ذرة أو أصغر من ذرة سواء بالنسبة للماء، لأنه أوجدهم وأعطاهم سبب الوجود وأعطاهم سبب الاستمرار. يعني لا، الذي أريد أن أقوله هنا أنه لا يوجد عند الله تعالى أصعب وأسهل وعسير ويسير، لا، الكل بالنسبة إليه سواء. وإنما يضرب الله الأمثال حسب مقاييس الناس. أحسن. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أنفسهم. وهو أهون عليه، يعني الإعادة، هذا بحسب مقاييس البشر، في حسبان البشر. الناس يعني من باب، إذا أنتم تؤمنون بهذا فقيسوا على عقولكم على الأقل، من باب الإعادة أهون من الابتداء. نعم، لتوضيح مثالكم دكتور للمشاهد الكريم، ولله تعالى المثل الأعلى. الآن عندنا شاشة تلفاز مثلا بحجم كذا متر أو عقدة، شاشة على مقدار قاعة الاستوديو، وعندنا شاشة صغيرة، وعندنا شمعة كبيرة للإضاءة، وعندنا شمعة صغيرة جدا. الكل إذا انطفأت الكهرباء عنهم الكل يتوقفون، وإذا أتت الكهرباء الكل، هذا مثال بسيط يعني. فقدرة الله تعالى موزعة، ويعني فيضه تعالى على هذه الموجودات بنفس الدرجة، إذا سحبها عنهم ينطفئ الصغير والكبير بلحظة واحدة كالكهرباء يعني. أحسنت، جزاكم الله خيرا. أحسنتم. إذن ثم هنا عبارة دكتور أيضا تحتاج إلى تحليل من جنابكم، يقول صلوات الله عليه: إذ كل معط منتقص سواها، غير الله أي واحد يعطي ينتقص. صحيح. طيب يعني ينتقص لا من قبل الناس، لا هو من حيث عند ما عنده، لأن ما عنده محدود. أحسن. وكل محدود إذا أخذت منه ينتقص منه. انتقص. أحسن. أما بالنسبة للباري سبحانه وتعالى هو لا يحول شيئا إلى شيء. أحسن. وإنما هو لا من شيء. أحسن. يعني العدم لا شيء. لا تنفد خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما تبارك الله تعالى. المقطع الثاني: وكل مانع مذموم ما خلاه. هو سبحانه وتعالى هنا قضية مهمة جدا في هذا الكلام. نعم. المنع، وأحيانا الله تعالى يبتلي الإنسان بمصيبة أو بأذى، بالنسبة للباري سبحانه وتعالى حتى هذه المصيبة وحتى هذا الأذى هي رحمة من الله. أحسنت. والعبد لا يعلم بذلك، هي رحمة له في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك بالنسبة للمنع، إذا تأخر عنه العطاء، إذا منع قدر على عبده. نعم. قدر بمعنى قدر. نعم. فهو رحمة به، رحمة بهذا العبد، والعبد لا يعلم. يعني عطاؤه رحمة وكرم وجود، ومنعه رحمة، ومنعه رحمة وكرم وجود. ولعل الذي أبطأ عني هو خير، خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. سبحان الله. لأن الله تعالى عندما يعطي ويمنع. نعم. وفقا لعلمه الأزلي، لا، لأنه يعلم مآل هذا العطاء، هل هو خير لهذا العبد أم هو ضرر فيه. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر أو إلا المرض أو إلا الصحة. فبالتالي هو يقلب هذه الأمور بينهم رحمة منه كما أشرتم. فلا يصدر من الباري، فلا يذم إذا منع تبارك وتعالى، لا يصدر من الخالق تبارك وتعالى إلا ما هو رحمة. لماذا؟ إن وسعت رحمته كل شيء. وهذا كما أنه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني مكروه بالنسبة للمخلوق. يعني نحن أي مكروه يأتينا من أي جهة نكرهه، حتى الموت، حتى الموت نكرهه. نعم. نعم. فإذا جاء من غير الله نكرهه، لكن ولكن من الله، وهذا معنى يحمد عليه. وهذا دكتور معنى من معاني التسليم. أحسنت. المطلق لله. نعم. تعالى، أن العبد إذا وصل إلى هذه المرحلة من التسليم وآمن وتيقن أن كل ما يأتيه من الله تعالى فهو رحمة، هو يشعر أن هذا أذى، مرض، ألم. وهناك بعض الأمور، بعض النظريات في مذهب الإمامية الاثنى عشرية لا يوجد في كل الأديان وفي كل المذاهب الإسلامية مثل هذه العقيدة، وهي أن الألم بالمذهب الإمامي له عوض، وهذا الألم سواء كان لحيوان أو إنسان، لمسلم، لكافر، لأي إنسان،
هذا الألم الله يعوضه له عليه. عوض في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. وطبعا هذه النظرية يسموها نظرية العوض، عوض الألم، عوض الألم لا توجد في كل المذاهب وفي كل الأديان. إذا سلب منك شيئا أعطاك. لا أتكلم عن الألم. نعم. الألم يعني هو الألم سلب للصحة. الحيوان نتيجة. مثلا الحيوان نعم. يتعرض بالولادة أيضا للألم، كما أن الإنسان الإمرأة عندما تلد أيضا تتعرض للألم. هذا الألم له عوض عند الله في الدنيا والآخرة. إنسان ابتلي بعاهة نعم. أو بمرض بألم، أي ألم من الآلام حتى لو وزغته شوكة نعم، هذا عليه عوض. هذا العوض في الدنيا وفي الآخرة، أجر في الآخرة وعوض في عوض. الدنيا نعم. هذا عوض الألم يسموه. أحسنت. هذه النظرية لو فتشت جميع الفلاسفة نعم. وجميع الأديان وجميع المذاهب الإسلامية لا تجد هذه النظرية إلا عند المذهب الإمام الاثنى عشر. سبحان ولذلك الله. دكتور نعم. بالنسبة لأصحاب العاهات والأمراض المزمنة، الزمانات والعاهات نعم. هؤلاء يوم القيامة عندما يرون العوض ما أعد الله لهم، يتمنون إذا كان عند إيد واحدة يتمنى الثانية لو كانت كذلك على الله. ما يرى من العطاء الإلهي، لو كان عند مثل عين واحدة متأذية قدم واحدة يتمنى وهكذا نعم. وأما الشهيد إذا وصلنا إلى درجة الشهيد ومصاب الشهيد فهذا فحدث ولا أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه النظرية طبعا أنه حتى الكافر دكتور، حتى الكافر الله تعالى يعوضه عن ألمه نعم، يحاسبه على جرمه لكن يعوضه عن ألمه. سبحان الله. لماذا؟ لأن هذه الآلام هي بالحقيقة الألم هو فقدان الصحة نعم، فقدان يعني الألم هو عدم وليس وجودا، عدم يعني أعدام. هو الباري سبحانه وتعالى يخلق الخير ويفيض بالرحمة، ففقدان هذه الأشياء من قبل المخلوق إما لعدم قابليته على تحمل ذلك أو الشيء أو عقوبة له أو لأسباب هو فيها مصائب، هو بما كسبت أيديكم نعم. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان فهذه الله. المصائب التي تصيب الإنسان نعم. هي بالحقيقة من يد الإنسان، ومع ذلك يعوضه الله تعالى بكرمه وجوده. وهذا أكثر من العدل، فوق العدل. وهذه هذا. النظرية مهمة تحتاج إلى شرح إن شاء الله وتفصيل نعم. هنا هذه القضية فيها شواهد دكتور أشرتم إليها وهي مهمة. نجد أن الأعمى يعوض بقابلية على الحفظ ويكون عبقريا يعني صحيح. كثير من الـ الناس الذين فقدوا حاسة البصر حتى يحفظون الأشياء أشد يعني من المبصرين. مرة كان عندنا أستاذ فقد البصر في جامعة بغداد، فقال لي خذني إلى المكان الفلاني، فأنا نسيت الطريق الذي يؤدي وسرت إلى الأمام، فقال لي لا تعال من هنا. والله سبحان الله يعني أنا المبصر تركت الطريق كان يذهب إلى قسم التاريخ وانتبه. أنا قال لا من هنا وكان يعني ويعني يضع يده على الساعة ويعرف الساعة، وبمجرد أي همسة يسمع يقول هذا فلان، هذا عوض، نوع من العوض. الأمر الآخر دكتور، لعل هذه النظرة التي أشرتم إليها قد بدأها الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، هبني لابتداء كرمك. فهناك نعم ابتدائية ونعم تعويضية ونعم على ما قدمه الإنسان، يعني هنا نعمة ابتدائية يستوي فيها المؤمن والكافر. يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاق، هبني لابتداء كرمك، يعني أنت مبتدئ بالكرم من غير مقابل. جزاكم الله خير. إذن نكمل. يقول صلوات الله عليه وكل مانع نعم، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، يعني ما عداه تعالى، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، يعني جمع قسم نعم. جمع قسم. إذن نعم. البداية وهو المنان بفوائد النعم، ليس فقط بالنعم بل بفوائد النعم. البداية الفقرة نعم. نعم. يقول وهو المنان بفوائد النعم. نعم. يعني يمن على عباده نعم. هو طبعا المن أعظم من الجود والكرم. أحسنت. عندما تصل الدرجة إلى
وهذه قضية المن ذكرت 3 مرات في القرآن الكريم على نعم عظيمة جدا وكلها تتعلق بالعقيدة سبحان وتتعلق بالأمور الأخروية كالإمامة مثلا أو مثل الإسلام نعم. والإيمان ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أو مثل قضية النبي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا هاي الإمامة نعم ولكن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من نعم. المن الآخر لآية الكريمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فهذه 3 منن من الله تعالى في القرآن منة الإيمان ومنة الرسالة الله من علينا بالحبيب المصطفى يعني توحيد ونبوة وإمامة ومنة الإمامة هذه في القرآن 3 نعم لا يوجد غير هذه المنن 3 نعم فقط يمنون هذه المنة الأخرى يمنون عليك أن أسلموا هاي المذمومة والإسلام هاي المنة المذمومة نعم. الإسلام فيه أمران نعم. إسلام مؤمن وإسلام منافق نعم. هو اسمه مسلم بس هو منافق نعم. يعامل في الدنيا معاملة المسلمين ولكن هو في حقيقته كما كان يعيشون مع النبي إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بعضهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يتسللون بينكم لواذا فهذا المن ليس منا حقيقيا يمنون عليك أن أسلموا هم يقولون هذا المن المذمومة لكن المن الذين يتبعون ما آتوا منا أو يعني لا من لا يتبعون ما آتوا منا ولا أذى ولا أذى هذا اللي من علي هذا يعني كله مذموم هذا يعني شلون ينغص علي ما أعطى أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك من هذا هذا بعد لعله يحصل إثم نتيجة لأذى هذا المؤمن بسبب هذا العطاء أما المن الإلهي معناه الإنعام ذاك الكلام عن المن الإلهي اللي هو من أعظم النعم نعم. لأنه أي نعمة أعظم من الإيمان سبحان وهل هناك نعمة إذا فقد الإيمان وهل هناك نعيم إذا فقدت الجنة أي نعيم بعد الجنة سبحان فإذا الله. هذه النعم 3 والتي هي فيها العقائد الأساسية نعمة الإيمان والنبوة ونعمة النبوة ونعمة الإمامة نعم. ولا يوجد من النعم الإلهية تذكر بالمن نعم. إلا هذه 3 أحسنتم نعم. ولذلك موسى عليه السلام قال لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل لو تركتهم وحررتهم على الوجه الآخر يعني أنت تريد أن تمن علي بنعمة أن استعبدت بني إسرائيل يعني جعلتهم وهل هذه من النعم التي تمن يعني يمن صاحبها أن عبدت بني جعلتهم عبيدا بهذا المعنى طيب إذا أحسنتم إذن يقول وهو المنان والمنان مبالغة في مان يعني صيغة مبالغة أحسنتم وهو المنان بفوائد النعم ليس فقط بالنعم هناك نعمة وفوائد النعمة هناك نعمة وهناك فوائد النعمة لأن النعمة دكتور ما تدر عليه النعمة أحسنت النعمة إذا شكر العبد الله تعالى على النعم ازداد نعما وتنعم بفوائدها بركاتها فاضت عليه وتنعم بفوائدها نعم. أما إذا لم يشكر تزول النعم ولا يستفيد منها اللهم إني أعوذ بك من زوالي النعم. نعمتك أحسنت تزول بالشكر تدوم النعم بعدم الشكر تزول لأن شكرتم وفوائد النعم نعم. أيضا تزداد بركاتها لأن فائدة النعمة نعم. دكتور فائدة النعمة نعمة وأهم من النعمة نعمة ما تستفيد منها ماذا تفعل بها أحسن وهل تعطي حقها أحسن أحيانا عند نعمة لكن لا يعطي حقها ما الفائدة أحسنت. من ذلك إذن ماكو فائدة صارت أحسنت نعم. ولذلك الإمام بدقة تعبيره صلى الله عليه يقول ما قال المنان بالنعم المنان بفوائد النعم أحسنت وهذا أعظم أحسنت ماذا تستفيد من النعم هذه البلاغة بلاغة أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الذي يلتفت إلى هذه الدقائق أحسنت ولذلك نعم. آسف دكتور يقول إذا أتتكم هو الإمام علي عليه السلام إذا جاءتكم أو أتتكم أطراف النعم أوائلها فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر يعني اجعل النعمة تمر عليك كل يعني كلها كما أشرتم بالشكر أما إذا بطرت النعمة من أوائلها الأقصى لا يأتيك لا يصل إليك
لا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. نذهب إلى فاصل دكتور. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونعود إليكم تابعونا مشاهدينا الكرام. أحسنتم. أحسن الله. سموت بحبكم سادتي يا كرام، وصرت بنوركم سادتي يا كرام. اقبلوني 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 خادما. أبتغي من نهجكم روح الكمال، أعتلي بعزكم عرش المعالي. أبتغي من نهجكم روح الكمال، أعتلي بعزكم عرش المعالي. من مثلكم يا سادتي يبقى سؤالي. أنتم خير الورى وخير آلي. من مثلكم يا سادتي يبقى سؤالي. أنتم خير الورى وخير آلي. اقبلوني 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 خادما. يا بدورا شع في الأفق سناها، وهدى الأفلاك سار في هداها. صفوة رب السماوات اصطفاها، من درى التقديس من أسماع علاها. صفوة رب السماوات اصطفاها، من درى التقديس من أسماع علاها. اقبلوني 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 خادما. سموت بحبكم. مشاهدينا الكرام من جديد، ومرحبا بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي. مرحبا بكم دكتور. مرحبا حميد. بكم وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. إذن يقول صلوات الله عليه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد من القسم. هناك فائدة وهناك عائدة، عوائد جمع عائدة، وعوائد المزيد من القسم إذا قسم الله تعالى رزقا قسمه بين عباده. نعم. باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو المقسم للأرزاق. نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحان الله. حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن حتى هذه الأقسام، الأرزاق، الآجال، كل شيء في الوجود هو مقدر، كل شيء وله عائدة محسوبة وله عوائد. نعم. ولهذه العوائد فوائد. نعم. تسبب هداية المخلوق إلى كماله. نعم. يعني هذه الأقسام والأرزاق والتربية، يربي المخلوق من هو مثلا نطفة إلى أن يكون جنين، إلى أن هذا كلها تربية. نعم. وكلها فوائد وكلها نعم، وكلها على الجنين وعلى أمه وعلى أبيه. أحسنت. هذه كلها هي من أقسام الله تبارك. يقسم لهذا بنين، يقسم لهذا بنات، يقسم لهذا دار كبيرة، دار صغيرة، لا يملك دارا وفقا لعلمه الأزلي. أحسن. سبحانه وتعالى. نعم. وكله خير للمخلوق. فيسأل السائل إذن من أين يأتي الشر؟ الشر يأتي من المخلوق نفسه، من المخلوق نفسه، هو الذي يسبب منع النعم. أحسن. يمنع. أحسن. النعم. أحسن. هو يعني هو الله تعالى يعطيه، لكن هو بسوء فعله يمنع نعم الله. أحسنت. ويمنع القسم.
يمنع الرزق، يعني بعض الذنوب تمنع الرزق، اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع العطاء، بعض الذنوب تقصر من الأجل، من الأجل، من العمر، بعض الذنوب تغير النعم، تغير النعم، بعض الذنوب تنزل البلاء، تحبس الدعاء، تنزل النقم، تنزل. فإذا هذه الذنوب، وفي دعاء كميل لأمير المؤمنين عليه السلام خير شرح لهذه الأمور، أنه كيف آثار الذنوب. ولذلك عندما نقرأ قوله تعالى ما أصابكم مصيبة فبما قدمت أيديكم أو بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لولا أنه تعالى عفى عن الكثير لما أتانا شيء من النعم، ابتلينا بأشياء عظيمة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دب. أحسنتم. أيضا هنا دكتور يقول القرآن الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، طبعا ما مزيد للتوكيد، يعني إذا ابتلاه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، ضيق عليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يأتي الرد يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أحسنت، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا الذي أشرتم إليه. أحسنتم دكتور. طيب يقول سلام الله عليه، عياله الخلائق، إذا كان لأحد عائلة فعائلة الله تعالى جميع خلقه. نعم، هو سبحانه وتعالى المنعم والمغدق بالنعم على جميع الخلائق، على المسلم وغير المسلم، على الإنسان وعلى الحيوان، على النبات، على الخلية، على ما أكبر من الخلية، الكل هو ربهم سبحانه تبارك وتعالى، هو يربيهم رب العالمين. نعم، أحسنتم. يقول سلام الله عليه، عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، ضمن أرزاقهم يعني كفل لكل واحد منهم رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهو ويعلم مستقرها ومستودع، كل في كتاب. أحسنتم. وفي موضع وهو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، يقودها لحيث مأواها ورزقها وأمنها وأمانها إلى غير ذلك. طيب، وقدر أقواتهم، والقوت معروف، نعم، ما يتقوت أقوات عليه الإنسان، نعم، أيضا قدر عليهم، يعني كل واحد له مقدار يناسبه، مقدر، نعم، ونهج سبيل الراغبين إليه. هنا بدأت القضية تتعلق بالإنسان بالإنس والجن ومن شاء الله تعالى أن يكلفهم بالعبادة. يقول سلام الله عليه، ونهج سبيل الراغبين إليه، يعني هو الذي شرع لهم السبل، نعم، التي توصل إليه سبحانه وتعالى، إلى رضاه ومغفرته. عندما نقرأ قوله تعالى، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، نحن نستعين بالله تعالى على عبادته، نستعين بالله تعالى على توحيده، يعني النهج الذي يوصل إلى الله تعالى، وأول هذه السبل هي توحيد الله تبارك وتعالى، حتى ما وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله سبحان الله، يعني كل شيء هو محدد، وهذا بإذن الله، طبعا غير إن شاء الله، مشيئة الله غير مشيئة الله، الإذن غير المشيئة، نعم، هذا الإيمان، هذا التقدير، هذه الإرادة الإلهية، كلها وفق لعلم الله الأزلي بأعمال هذا الإنسان ومآل هذا الإنسان وماذا سوف يكتسب، لأنه عندما الله تعالى يحب عبدا أو يرضى على عبد خلص انتهى. فعند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، الشيخ الطائفة، أنه قضية الإحباط، نعم، يقول إذا آمن الإنسان إيمانا حقيقيا بعد لا يكون إحباط، لأنه إذا آمن وعمل عملا حسنا تقبل الحسنة، يعني صار له أجر، نعم، فإذا صار كذلك إذن كيف يكون الإحباط؟ أبدا. فعملية الإحباط، لأنه هذا في علم الله الأزلي، أنا في علم الله الأزلي هذا مؤمن وصدر منه عمل إيماني، مو أنه غير أنه الذين آمنوا ثم كفروا هذا إيمانهم مو حقيقي، أولئك حبطت أعمالهم، نتكلم عن الإيمان الحقيقي، نعم، فإذا هناك إيمان مستعار
يعني ليس مستقرا وإنما مستودعا مستعارا عارة. هذا إيمان مستعار، وهناك إيمان ماذا؟ مستقر وثابت ويحتاج إلى ماذا؟ تثبيت. دائما الإنسان يطلب الثبات، لأنه فتزل قدم بعد ثبوتها. نعم. يعني ثبتت ثم زلت. أحسن. فإذا هنا هذه القضية مهمة في غاية الخطورة بالنسبة لمستقبل الإنسان وبالنسبة لمصير الإنسان. لا أنه الإنسان والعياذة بالله يركن إلى نفسه أو يتكل على ما عنده من الإيمان أو اليقين أو إلى آخره. يقول أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا بعد يكفيني، أو أنه وصل إلى درجة من الإيمان. نعم. كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ. نعم. فهذا يعني بعد آيات الله يعني كرامات ومعجزات وخوارق أصبح لديه، وربما فيها شيء من الاسم الأعظم. هو لعله عنده شيء من الاسم الأعظم، وإذا به يصبح من الكافرين. فمثله كمثل الكلب يريد أن يؤذي به موسى عليه السلام. نعم. فيعني هذا الإنسان دائما يكون على حذر. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا إلى غيرك ولا أقل من ذلك. أحسنت. ولا أكثر. نعم. يعني لأنه الإنسان لا يأمن أنه هو إلى آخر على دينك. اللهم ثبتنا على دينك. نعم. نعم. يعني قضية حسن العاقبة. يعني هذا الدعاء يعني أحد العارفين كان يوصي بهذا الدعاء. نعم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء مهم جدا. نعم. جدا. أي والله. دائما الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبته على دينه، دين الله تبارك وتعالى الذي هو دين محمد ودين علي ودين فاطمة الزهراء ودين الحسن والحسين والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذا هو دين الله. فيطلب الإنسان دائما من الباري تبارك وتعالى أن يثبته على دينه. إذا ثبت خلص هذا هو. وما بدلوا تبديلا حتى أتاهم اليقين. الاستمرار والثبات على هذا الدين. لا أنه يقول أنا بعد وصلت إلى در، كما حصل لكثير من بعض الفلاسفة وحتى المتأخرين عندنا بعض العلماء لك خلص أنا وصلت إلى درجة من الأدلة والقطع أي قطع وأي يقين أنت بدون إذن الله. أحسن. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أي قطع ويقين وأنت لا تعلم على أي حال تموت وكيف يوسوس لك الشيطان في أثناء سكرات الموت. أحسن. هل تثبت أم تقع عند المنزلق؟ نعم. هنا نعم. دكتور تأكيدا لكلامكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الله. الناس هلك إلا العلماء، والعلماء هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون منهم على خطر. يعني حتى أعلى الدرجات كما أشارت الآية أن تزل قدم بعد ثبوتها. والثبوت يعني رسوخ في الإيمان. حتى يخاطب سيد الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، إليهم شيئا يعني أعدوا شيئا إذن. نعم. لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم لا يخاطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب الفيض الإلهي على الخلق وهو الملجأ للخلائق الذين يطلبون شفاعته صلى الله عليه وآله. أحسنت. ولذلك الإمام يشير إلى هذه الحقائق. جزاكم الله خيرا. يقول صلوات الله عليه ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه. ليس فقط الذين يريدون يعني حتى الذين يطلبون ما عنده سواء في الدنيا أو في الآخرة أيضا قال لهم هذا السبيل الذي تريد إذا أردتم هذا أن تسلكوا. هذا أيضا دكتور ما تشير به الآية الكريمة. نعم. آيتان. آية يعني وآتاكم من كل ما سألتموه. سبحان الله. من كل ما سألتموه من وهناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها. شوف هذه الآيات المباركة معنى ذلك أن الجود الإلهي غير منقطع. الظاهر هم آية واحدة من سورة إبراهيم عليه السلام. نعم. لا متناهي. نعم. لا منقطع، غير ممنون يعني غير مقطوع في الدنيا وفي الآخرة. بس يحتاج ماذا؟ يحتاج طالب يطلب. هناك ادعوني أستجب لكم. أستجب. نعم. بدون دعاء
هناك عطاء بدون دعاء. هذا يا ابتدائي. من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف، وهذا العطاء الابتدائي. نعم. هذا التكويني. نعم. اللي هو يبتدئ بالنعم مع الخلق. مع الخلق. وهناك نعم. عطاء يحتاج إلى طلب، طلب يعني الدعاء. فإذا سأل العبد بالسؤال الله تعالى كريم لا يرد، حتى الكافر عندما يشرف على الغرق على الموت على الكذا ويلجأ إلى الله، الله تعالى لا يمنعه. شوف العطاء الإلهي، عطاءه غير متوقف. يعني بعض الصور اللي تصير في أذهان بعض الناس وتوحي إلى الآخرين بتشويه الصورة عن الذات الإلهية تبارك الله. والرحمة الإلهية والعطاء الإلهي، هذا خطر يقوم به هذا العبد. نعم. هو يريد أن يخوف الناس من النار ومن عذاب الله، وينسى الآيات الكريمة أن حتى هذا العذاب هو رحمة للناس، ويصور لهم أن الله تعالى جلاد وأن الله تعالى منتقم. الله أرحم الراحمين. سبحان الله. يعني من أرحم الناس يعني من الأم بولدها؟ الله أرحم بهذا المولود وبهذا الطفل من أمه به، وأرحم بكم من هذه الحمامة بفراخها، أرحم بكم كما من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة نعم. الإلهية. نحن غير كثير من الناس يعني نعم. مثالي وهذا غير نعم. واضح عندهم الرحمة الإلهية مع الأسف الشديد. مع العلم الله تبارك وتعالى يوميا ما يقارب 40 مرة تذكر الرحمة في الصلوات الواجبة، 40 مرة تذكر الرحمة، صفات الله الرحمن في البسملة وفي في البسملة الرحمن وفي الرحيم وفي سورة الحمد وفي يعني 17 ركعة. نعم أحسنت. مع هذا وين المنتقم؟ وين الجبار؟ وين الأمور الأخرى؟ يأتي بعض من لم يفهم الآيات أو يعلم وينكر هذه الحقائق. نعم. ويصور الذات الإلهية والعيادة بالله أنه منتقم وجبار فقط. يا من سبقت رحمته غضب، الرحمة سابقة للغضب. بعدين في دعاء كميل كلمة نعم. عظيمة جدا. نعم. يا سريع الرضا. أي والله. يعني الإنسان تقول استغفر الله انتهت القضية، كلمة واحدة يا رب اغفر لي، سبحان يا رب ارحمني. هو أكرم الأكرمين، هو أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، هو أجود الأجودين سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين. هذا سر أعظم، أنه إذا فهم الإنسان معنى أرحم الراحمين، لا يوجد من هو أرحم بالله. هذا هناك نعم تفضل يعني أوردها في هذا المجال. يقال أنه في بعض الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم وصفه الله بهذه الرأفة، وهو أرحم المخلوقات بعباد الله المؤمنين، بعباد الله للعالمين، رحمة للعالمين. نعم. وليس للمسلمين. نعم. فيطلب من الله تبارك وتعالى لرأفته ورحمته أن يستر على المؤمنين، ما يفضحهم بذنوبهم أمام الخلائق. لا إله إلا الله. النبي يطلب من الباري سبحانه وتعالى، فالله تعالى ماذا يجيبه بالرواية الشريفة، مضمون الرواية؟ نعم. قل له أنا أسترهم حتى عنك. أي والله. حتى عنك. ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قلوب أمته ربما يعني ما نعم. يعني شوف رحمة الله، مو أنه أنت تطلب أنا أسترهم عن الخلائق، والنبي مطلع لأن الله تعالى أراه. نعم. فسير الله عملكم ورسوله فيقول له أسترهم، أنا رحمتي بهم أرحم بهم منك، أسترهم حتى عنك صلى عن النبي صلى الله. شوف عليه الرحمة الله. الإلهية. أي والله. مع الأسف الشديد هذا الجانب اللي هو جانب المغفرة والرحمة والرأفة والود الإلهي وحب الله تعالى لمخلوقاته كلها، مع الأسف الشديد لا يتحدث بها كثير من الناس. أحسن. وأمور يعني آخر سورة الفاتحة آخر الآيات غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها تقرأها رحمة وهداية وإيمان وعبادة واستعانة به تعالى. يعني لماذا أنه تأتي إلى هذه الجزئية وتركز وتترك كل هذه الآيات الكريمة؟ هذا بخس لحق القرآن الكريم. أحسنت. وبخس لمن معاني القرآن، وبخس لما أوضحه أهل البيت عليهم السلام. أحسنت. انظر إلى آثار أهل البيت عليهم السلام، كلام أهل البيت تجدهم كم من الترغيب
بالعطاء الإلهي وبالرحمة الإلهية وبفتح باب التوبة. لماذا أنت تأتي إلى هذه الأمور؟ أولا تعظمها، ثانيا تغلق كأنه باب التوبة، باب التوبة، وأنت بيدك، أنت خالق الكون حتى تسوي هذا العمل، هذا بيد الله تعالى. أحسنتم. يعني لماذا أنت تغلق على الناس؟ لماذا أنت تضيق على الناس؟ نعم. هذه أمور خطرة. أحسنتم. هو يتصور أنا حتى أخوف هذا حتى لا الإمام علي عليه السلام. نعم. يقول الفقيه كل الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله. أحسنتم. ولم يسهل لهم أو يرغب لهم في معصية الله تعالى. أحسنت. هذا يعني هذا المنهج الصحيح، موازنة، هذا المنهج الصحيح. أحسنت. نعم. شكرا لكم دكتور. إذن يقول نعم والطالبين ما لديه، يقول نعم وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. أحسنت. نعم. هذا الذي قبل قليل أشرنا إليه في دعاء رجب. نعم. يا من يعطي من سأله. نعم. يا من يعطي من لم يسأله بعد ومن لم يعرفه، يعني لا هو سائله ولا يعرف الله، ما يعرف الله. أحسن. ومع ذلك هو يعطي، مو أنه يعطي اللي سأله أكثر من ذلك. لا لا أبدا لا. ولعل الذي لم يسأل ربما أكثر أحيانا. أحسن. يعني هذا وفقا للمصلحة والحكمة الإلهية. نعم. للحكمة الإلهية. أحسن. للخارطة اللي الله تبارك وتعالى جعل الخلق تبارك وتعالى يسيرون عليها. أحسنت. هسه الآن نأتي بتعريف الإمام لما قال له هذا السائل صف لي ربك كأنك تراه، فغضب صلوات الله عليه. الآن بعد أن قدم هذه المقدمة التي تفتح ذهن السامع والمخاطب فيريد أن يتعرف إذن هذا الإله بهذه النعم وهذه الرحمة، ما جوهره، ما حقيقته؟ فيقول الإمام صلوات الله عليه الأول الذي لم يكن له قبله. نعم. الأول. نعم. الذي لم يكن له قبله، فيكون قبله شيء. أحسنت. قبله شيء. نعم. فإذا يعني أي شيء. نعم. له أولية، هل له قبل أم لا؟ فإذا أولية بلا لا أولية لهذا اللا متناهي، إذا أولية له قبل هذا مخلوق، ولو سبق بالعدم أيضا قبل هذا يعتبر، لأنه كل مسبوق بغيره مخلوق. نعم. لأنه لما نقول مسبوق بغيره. نعم. أو بالعدم. نعم. فهو مخلوق. نعم. لأنه لم يكن فكان، أما وجود الله تبارك وتعالى لم يسبق بغيره ولا بالعدم. أحسنت. فهو لا أول، الأول الذي لا أولية له، يعني لا قبله. أحسنت. فيكون شيء قبله. نعم. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته في الشام لما أراد أن يعرف الناس الذين ما يعرفون أهل البيت في الشام ليقول لهم هكذا ها نحن أولى بالله منكم، يقول الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته، يعني فلسفة. نعم. الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته. نعم. نقف عند هذا الحد ونكمل. نعم. معكم إن شاء الله دكتور. نعم. حميد في الحلقة القادمة. شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي الباحث الإسلامي ورئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام، شكرا جزيلا لكم. شكرا. وشكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنتم. أحسنتم.